جيت الرزق وين؟ إلا ما يجي النهار طلعت من ورا هالبار. هيدا تخشيش. مقضي ليلة سوا عند الأوتيل. نعم؟ أستاذ صار لازم يفل، ما هيك؟ بتسلم عليك التيتا. الزلمة طلع نسوان جي نمبر 1، رافض فكرة البيع نهائيا، يعني ما عندك أمل إلا بالجنس اللطيف. شو بتحبي؟ شو ما بتحبي؟ كيف يعني؟ مثل شو؟ بحب أسهر وأظهر وألعب وأضحك، بحب كل الناس وبحبك إلك كمان. أكيد أكيد أكيد، ما في شي تاني بعدين؟ أكيد. أيوة أنا شو بدي أروح أعمل معك؟ نعي إنه يبيعنا حصة بيو، مثل ما أقنعتيني إنه أعطيكي بخشيش. أوكي. من بعد ما تمضي العقد. حلو. عارف شو بيعمل إذا عارف إنك أنت عم تكذب عليه؟ ما راح يعرف إلا لما يبيع. يوسف معتقد أنا مغروم. هيدي البنت منا لإلك. شو بعمل؟ نام معها. شو رأيك نحضر دي في دي أنا وياك؟ ما بحب الأفلام. تعال ندردش شوي بلكم جيني نوم. بس أنا كتير نعسانة. في بوسيك؟ غادي. عفواً حضرتكم مش مجوزين؟ اسمها أنجي، بتشتغل بارتندر ببوب الجميزي. ببوب الجميزي؟ نعم. صحيح أنا مشغلتي كون لأنك حلوة، بس ما بقبل أبداً يصير محلي كباري، فهمتي؟ بس أنجي غير. بتشتغل ببار، شو بدها تكون يعني؟ كتر خير الله، تلاقيتي هيك وظيفة محترمة ومرتبة تقبريني. إذا اللي حبيتها من قبل بنت شارع مش يعني كل صبيعك مثل بعض، حب ما بيشك اليوم. مش رح خليك تعلق فيها أكثر من هيك. مسافر بكرة؟ يس. بدي أعرف أي متى بدي استلم الكادو. إحنا بينتنا الشغل وبس. أنت هيك شايفة؟